على كل للمزيد حول الأسواق العالمية معي مباشرة من دبي السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بأكويتي جروب. أهلا وسهلا بك معنا رائد، صباح الخير. خلينا نبدأ أولا بالفيدرالي. اليوم تقريبا السوق يحتسب كليا أنه لا رفع اليوم من قبل الفيدرالي، ولكن السؤال هو ما الإشارات التي تعطينا إياها عوائد سندات الخزانة الأمريكية وماذا نترقب من كلام باول؟ يعني حقيقة عوائد السندات الأمريكية وهذا المنحنى الذي نراه حاليا يعني أكبر الإشارات حتى الآن التي نحصل عليها فيما يتعلق بآفاق للكساد في الاقتصاد الأمريكي. ارتفاع العوائد بهذا الشكل إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة وبقائها واستقرارها عند هذه المستويات مع احتمالية أيضا أنه يكون في عندنا رفعة جديدة خلال تعاملات هذا العام، إذا لم تكن في اجتماع الليلة سوف تكون ممكن في اجتماع نوفمبر، فالاحتمالية لا تزال واردة، وبالتالي ذلك يؤجج حقيقة نادين أنه الاقتصاد الأمريكي حاليا قريب جدا من مرحلة انقلاب في سياسته النقدية، مقبل على أرقام ممكن تكون يعني تؤثر على النمو بشكل أكبر أو تظهر الضغوط على النمو حتى وإن وصل التضخم نوعا ما إلى قريب من المستهدفات، لكن بدأت عجلة النمو تتضرر بشكل أكبر. سوق العمل بدأ يظهر إشارات سلبية كذلك الأمر، أعتقد الإشارات سلبية إجمالا يعني في الأسواق، إضافة أنه احنا شفنا حاجز 33 تريليون دولار الذي تم تجاوزه مؤخرا، ذلك يضغط أيضا يعني مديونية الولايات المتحدة الأمريكية تضغط أيضا على سوق السندات وعلى جاذبيته في الفترة القادمة، وممكن أن تسبب حتى يعني تأثير كبير على المديونية في الولايات المتحدة الأمريكية. بإشارة سريعة اليوم تفضل. اليوم ملفت أنه صحافة تتحدث أنه كيف يمكن لول ستريت أن تكون مخطئة إلى بهذا الحد هذا العام، لأنه كل يعني المؤسسات الكبرى كانت تتوقع أنه عاما سلبيا للأسهم، بس الأسهم الأمريكية كان أداء جيد جدا. اليوم في انقسام، يعني في نوعا ما كونسنسس أنه الاقتصاد الأمريكي سيضعف مع نهاية السنة بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، ولكن في انقسام إذا هذا سيكون ركود أم مجرد بعض التباطؤ بالأرقام الاقتصادية، وماذا يعني ذلك للأسهم؟ ما رأيك؟ يعني لا أنضم لهذا السيناريو بسبب بسيط. نحن تحليل خلينا نقول سريع من أكثر من 40 إلى 50 عام من تسجيل المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية S&P 500 ممكن 12 أو 13 مرة اللي أغلق باللون الأحمر خلال يعني عام، و100% بيكون بعده السنة التي تلي بالارتفاع. نحن شفنا السنة الماضية كان في إغلاق باللون الأحمر. لا يوجد مكان أفضل بالنسبة للمستثمرين لركن الأموال سوى سوق الأسهم، وكنا عم نشوف هذا الأداء المثالي والإيجابي في أسواق الأسهم حقيقة. إضافة يعني بالخاتمة الأخيرة كان عندنا قراءات يعني أو طفرة الـ AI وتأثيراتها الكبيرة على الأسواق وعلى ارتفاع أسواق الأسهم على وجه التحديد وزيادة الربحية لبعض الشركات. أعتقد النقطة الأهم أنه كان في عند المستثمرين فرصة وإن كان فيها مخاطرة ولكن تولد عائد جيد، وكان هناك قابلية أو رغبة لأخذ هذه المخاطرة بالمقارنة مع أسواق السندات اللي شهدت ارتفاعات في العوائد ولكن أيضا شهدت قلق كبير فيما يتعلق بتخفيضات تصنيف الائتماني فيما يتعلق بمخاوف الكساد الاقتصادي، فأعتقد هذا أمر كان سلبي بشكل كبير. ممكن يفاجئنا اليوم الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس تماما كما فعل المركزي الأوروبي، وأعتقد هذا ممكن يكون أثره كبير في الأسواق. رائد بدقيقة، تعليق على أرقام التضخم البريطانية والأوروبية قبلها بيوم، اثنيناتهم أجوا أقل من المتوقع رغم أن أسعار النفط عند المستويات الحالية في أيضا توقع بالسوق أنه هي سترفع التضخم بالفترة القادمة، فما رأيك بالأرقام اللي رأيناها وتأثيراتها على قرارات البنوك المركزية؟ يعني بوادر انتهاء السيزن الفصل بشكل عام واللي يكون في عندنا في طلب بشكل أكبر، أعتقد ذلك أثر على أسعار المستهلكين بالانخفاض بعض الشيء، إضافة إلى أنه كانت القمة يعني اللي شهدتها مستويات التضخم بعض الشيء بدأت تنخفض سواء في أوروبا أو في بريطانيا على وجه التحديد، وأيضا كان عندنا مستويات أسعار فائدة يعني أصبحت مرتفعة بشكل كبير تؤثر على رغبة الاستهلاك
هناك إجمالا، فرأينا ذلك ينعكس على مؤشرات أسعار المستهلكين بالانخفاض، ورأينا ذلك أيضا في مؤشرات البي ام آيز كذلك الأمر أنها لم تصعد بشكل الكبير جدا أو تؤثر بشكل كبير جدا على المشهد في المنطقة الأوروبية. ممكن نشهد مرحلة كساد أكثر بروزا في منطقة أوروبا وبريطانيا على وجه التحديد، وذلك قد يدعم أنه يكون في عندنا تراجعات على كل من اليورو وعلى الباوند في الفترة القادمة أمام الدولار الأمريكي الذي لا يزال حتى الآن يتمتع بالسطوة أمام سلة العملات الرئيسية. شكرا جزيلا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بأكويتي جروب، أهلا بك.